عفوا بوجود الاتحاد لا شك يعني يمتلك يمكن مسيره جيده. طبعا يمكن انا اليوم قاعد اشوف نتائج الفريق، شفت 11 مباراه على التوالي الفريق ما خسر، يعني ما شاء الله، يعني على اساس ما يقول الاتحاديين حسدناهم او شيء، نتمنى انهم يهمنا وجود يعني فريق قوي مثل الاتحاد انه يكون منافس. الباطن طبعا من الفرق الجيده صراحه اللي تقدم مستويات جيده، لا شك ان تاثير الخسارتين اللي هم امام النصر وامام الشباب راح تاثر في الفريق وراح يكون لها راح تكون حاضر، وتحديدا في بدايه المباراه. اذا قدر الباطن يتجاوز النص ساعه الاولى بدون ما يتسجل عليه هدف، اذا راح تكون مباراه صعبه جدا على الاتحاد، ولكن الاتحاد ما راح يكون بالفريق السهل. الاتحاد صراحه في الفتره الاخيره يقدم مباريات ومستوى جيد، باستثناء مباراة الرائد اللي كانت قبل مباراة الهلال ما كان فيها يمكن الفريق بشكل جيد، ولو أن ممكن الغيابات وتحديدا رومارينو اللي ما لعب المباراة وبعدين شارك ومصاب يمكن أثر في الفريق، ولكن بشكل عام الفريق ما كان جيد وما سعى للفوز، وهذا الشيء الغريب خاصة المباراة كانت في ملعبه. يعني أنا أعتقد أن الاتحاد اليوم يملك كنز، الكنز هذا عبارة عن لاعبين يمتلكون سرعات عالية. اتكلم عن رومارينو، اتكلم عن جاري رودريغز، اتكلم عن فهد المولد، اتكلم عن عبد العزيز البيشي او العبود. اذا اليوم لما يكون عندك نوعيه اللاعبين اللي يمتلكون السرعات هذه بهذه الطريقه، انت ممكن انك تروح بعيد فيهم بشرط استغلالهم بشكل افضل في حال لما تكون الكره مع الخصم. اذا لانهم مع الكره وسرعاتهم ما عندك مشكله، لكن اذا امتلكت اثنين على الطرف او معاهم راس حربه ويدافعون بشكل جيد ومن ثم في حال الارتداد لانهم يمتلكون السرعات، انا اعتقد الاتحاد ممكن يكون خطير جدا على اي فريق، وشاهدنا هالشيء في مباراه الهلال. يعني انت اليوم بوجود مثلا فيه شكل الفريق الشكل الفني اللي هو 4-3-3 مثلا للاتحاد او اي فريق، ممكن في فريق يهاجم بالأربعة ثلاثة ثلاثة وفي فريق يدافع بالأربعة ثلاثة ثلاثة، فهي مش شرط أني أربعة ثلاثة ثلاثة أني أكون مهاجم وضاغط الضغط العالي. أنا على حسب إمكانيات الفريق اللي عندي، أنا لما أمتلك إمكانيات الاتحاد لا أنا أحاول أرجع وأخلق مساحات، لأن قوة الاتحاد في المساحات شاهدناها أمام الهلال بشكل واضح جدا. مشكلة الاتحاد الرئيسية غياب رأس الحرب الفعال الجيد اللي يتناغم مع رومارينو مع جاري رودريغز مع فهد المولد أو مع البيشي. أنا أعتقد الاتحاد لو فعلا قدر أن يحصل على مهاجم جيد في الشتوية ومتى ما كان رأس الحرب سريع وجيد في الصندوق راح يكون أفضل للاتحاد. أرجع أكرر، متى ما كان سريع راح يكون أفضل للاتحاد. إذا امتلك الاتحاد هذا الفريق أنا أعتقد الاتحاد راح يشكل خطر على أي فريق يواجهه، وأيضا هذا اللاعبين أرجع أقول لك يفترض أنه يكون الأساس اللي الاتحاد يبني عليه للعودة إلى منصات التتويج، ولا يفرطون فيهم ولا يسمعون الناس اللي تتكلم برا. إذا خسروا مباراة أو مباراتين اللاعبين مميزين بإمكانك مع اللاعبين توصل إلى منصات التتويج بتدعيمات بسيطة على رأسه مثلا لاعب رأس الحربة. أنا أعتقد بوجود قائد مثل أحمد حجازي، حارس مميز مثل القروهي، سعود عبد الحميد، الشمراني في الطرف اليسار، المالكي عبد الإله في الوسط، أعتقد الاتحاد أيضا هنريكي أنا ما أدري إذا رجع أو لا. الاتحاد يملك اليوم فريق جيد مرشح طبعا أكبر وبنسبة كبيرة للفوز في مباراة الباطن. أنا أعتقد الاتحاد وصل إلى الحل نوعا ما ليعود بالاتحاد إلى منصات التتويج بشرط استبدال بريغوفيتش بمهاجم آخر أفضل.